قال ناصر كنعاني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده لن تترك ما سماها الأعمال الإجرامية لإسرائيل تمضي دون رد. وأضاف كنعاني أن إسرائيل تعلم قدرة إيران على الرد، إلا أن طهران تصبر ومن باب الحكمة وفق تعبيره للمحافظة على الأمن الإقليمي، موضحا أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي بالدفاع عن مصالحها. ذكرت مصادر الحدث أنه تقرر أرجاء تشييع أمين عام حزب الله حسن نصر الله من اليوم الاثنين إلى موعد غير محدد. وكان حزب الله أصدر بيانا لم يذكر فيه كيف قتل أو موعد جنازته. واستهدف قصف عنيف للضاحية الجمعة الماضية اجتماعا لقيادات الحزب، قتل على خلفيته حسن نصر الله وعدد آخر من قيادات الحزب، يعد الأعنف منذ بدء التصعيد اللبناني الإسرائيلي.